احنا النهارده بنحضر مؤتمر ايام الاراضي والمياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بتنظمه منظمة الفاو. والحقيقة الموضوع المؤتمر بيناقش موضوع مهم جدا وهو إدارة المياه تحت الندرة. بنناقش جلسات فنية قيمة جدا إزاي ممكن المنطقة تواجه الندرة. احنا عارفين أن معظم الدول في المنطقة بتعاني من ندرة في المياه وزيادة في السكانية، بنعاني من تغيرات مناخية، دي كلها تحديات بتواجهها المنطقة ككل. النهاردة بنتعرف إزاي ممكن ندير الموارد المائية بشكل مستديم يمكننا أن احنا نواجه الندرة دي، إزاي ممكن نحقق نسد الفجوة الغذائية، وإزاي نمنع الجوع في العالم، وإزاي نحقق أهداف التنمية المستدامة في جلسات فنية، إزاي نقدر نحقق مفهوم المحاسبة المائية، وإزاي نقدر نحسب كل نقطة مية إزاي بنستخدمها، وكل نقطة من الموارد المائية إزاي نعظم الاستفادة منها، وإزاي نعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.